في مناسبات عديده، وعلاقه يمكن توطدت اكثر مع برنامج القاهره ابو ظبي. في كل يوم معك اكتشف صفه جديده، خلق جديد. الخطيب انسان وايد بسيط، الخطيب انسان محب للخير، محب للناس، رجل شديد الحياء، شديد الحب لبلده واهله ولوطن العربي كله. الخطيب اللاعب حقق انجازات كثيره، والخطيب الاداري ورئيس النادي ربما حقق انجازات اكثر، لكن اكبر انجازات الخطيب بوجهه نظري انه استطاع طوال تاريخه ان يحافظ على هذه الصوره الرائعه، لا زالت كانها خيال لدى كل الاجيال. من الصعب على انسان ان يحافظ على صورته بهذا النقاء طوال مسيره ممتده لعقود، الخطيب استطاع ذلك، استطاع ذلك بالالتزام وعدم الادعاء، استطاع ذلك فانه يقول ما يفعل ويفعل ما يقول. ترى نحب الخطيب، وانا شخصيا احب الخطيب مو بالاساس في هذه المحبه انه كان لاعب عظيم واصبح اداري عظيم. اكيد الموضوع ده له دور، لكن اسباب المحبه صنعتها مواقف، مواقف بسيطه لكنها عميقه، مواقف بسيطه لكنها كانت تكشف معدن هذا الرجل اللي اقول بملء فمي وعن قناعه تامه انه عنوان نافع للرجل المصري الاصيل في الرياضه في الحياه. واحيانا وانا معاه يترك كل اشكال البهرجه والتكلم ليذهب الى ركن بعيد الى شخص بسيط. الخطيب عمره ما رفض طلب لاي انسان للحديث او الاقتراب منه. له مواقف مؤكد هو نفسه ما يريد ان اذكرها، لكنها مواقف انسانيه عظيمه انا شخصيا كنت شاهد عليها وفخور وسعيد فيها. يعني ايام برنامج القاهره ابو ظبي، عايز المواقف اللي ما ينساهاش الاستاذ يعقوب مع كابتن خطيب، وفرصه حضرتك موجود معانا والكلام فعلا طالع من القلب. شوف كابتن اسامه، يعني ايام برنامج القاهره ابو ظبي كانت فقره النجوم القدامى من احب الفقرات الى قلب الكابتن محمود الخطيب، لانها كانت فرصه عشان يلتقي بها بمن زاملوه في الملعب يحتفي بهم على طريقته. لذلك نجحت هذه الفقره نجاح عظيم، لانه صورها وتحدث فيها وعاشها بقلبه. مع كل نجم من اللي التقيناهم كان الخطيب يصر ان يكون الاخر هو النجم وهو الحكايه ليجعل بسرته فخوره فيه. كان يتحدث عن النجم الاخر الذي لم يكن في شهره ولا نجوميه كابتن الخطيب، لكنه هو وكانه الاشهر، كانه الاروع.